كن على الانستغرام صراحه. ف بس ليه ما اقدرش راسي انا ارجع لورا. ما راح اسالكم على الانستغرام اي بارت؟ لا كله مقطوش راسك؟ مستحيل والله. لا حسين عم تمزح والله. بدك تعيد؟ يلا مطلب واحد اثنين ثلاثة. هاي ايفريون وير ذا ساوند ما زبطت يبعث لك. Hey everyone, we're the Sobs and we're here to welcome you back to a new video. هذا فيديو جديد جايز. الفيديو اليوم كثير عم يتصور راندوم. هلا عم نحضر اكل انا وحسين للعشاء، فقررت هيك فكرت سما بيعرف شو الفيديو. شو الفيديو عن شو بيحكي؟ اوكي انا هيك قلت انه نحن عم نحضر اكل، بحط تصوير وبسال حسين اسئله البنات كثير بخجلوا يسالوها للشباب. رح بهذا الفيديو نكون عم نحضر اكل، بس بنفس الوقت رح نكون عم نجاوب على الاسئله. هي مش اسئلتكم، انا لقيتها من الانترنت، لانه هلا الساعه تقريبا 8. في سكيب على الاسئله؟ لا ما عندك سكيب، بس عندك مساعدة صديق بتدق لحدا من اصحابك. اوكي اوكي. طب في سكيب؟ لا ما في سكيب، بس سؤال ما في، بدنا نعرف كل شيء، كل التفاصيل بدنا نعرفها. الاسئله جبتهم من الانترنت، لانه هلا تقريبا الساعه 8 بالليل بتوقيتنا، يعني بكون 3 الصبح بتوقيت بيروت ولبنان وهالخبريات، فمستحيل تكونوا فايقين. ما سالتكم على الانستغرام تمام. اذا حابين انه نعمل جزء ثاني من هيدا الفيديو وتكون الاسئله اسئلتكم انتم، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات بدنا جزء ثاني لحتى اسالكم ساعتها على الانستغرام، وباخذ هيك الاسئله منكم ونرجع نساله لحسين بالجزء الثاني. يلا are you ready؟ الكل علي. الكل عليك. عم بفكر بهيدا الفريم. انا مفكر لك خليني غيابك عني نزلتيله هني لا بليز. يلا are you ready؟ انا لا لحظه السؤال لا ready for the questions. وتر وقال عم يدق. هذا السؤال، اول سؤال هو سؤال كثير بيسك، يعني بيسك بيقول اول سؤال انه مين لازم يدفع باول ديت؟ طبعا الشاب. طبعا الشاب. طب مثلا لنعتبر باعتبار انه البنت قررت حبت تدفع، قالت البنت انه ايه انا بدي ادفع، شو بتحس؟ ما بحس. لازم اول هاي شغله كمان نكتشفها خلال الفيديو، انه الشباب ما عندهم مشاعر. نحن بمجتمعنا معودين عليه انه باول ديت الشاب هو بيعزم البنت، من المنطق انه هو يكون عم يدفع. يعني هي هل المفروض تعرض ولا ما تعرض on the first date؟ اذا راحت بنت مع شاب on the first date وخليها تدفع، تتركه دايركت. نصيحه صراحه، هاي بتاخذوا اول ادفايس من حسين. دغري اتركوه. تمام، جاهز للسؤال الثاني؟ السؤال الثاني بيقول شو هو الشيء يلي الامراه او الفتاه يعني لازم تتجنب انه تعمله لحتى ما تخلي شريكها يحس حاله هيك بقفص، يعني نكيج، يعني كانه حريته متاخذه منه؟ ما تسالوا كثير وين رحت وين جيت وين طلعت وين رحت وين جيت مع مين اليوم حكيت. لازم توصل بجوزة. اول شيء بجوزة. لا 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 لا، نحن هون مش عم نحكي جوزة، يعني لنا باعتبار نرجع لنفس النقطة، باعتبار انا فتاة، اوكي؟ انا فتاة مثلا مخطوبة او مثلا خطيبة. بقوم خطيبة انا شاكة مثلا باشياء، بقوم انا كادفايس منك انه خلص ما بسأله، بوثق هيك على عميانة انه خلص. اذا شاكة بشيء دقق الى الاخر، بس انه مش اذا ما في مش على رايح والجاي قصدي. انا بضل نسأل اذا شكي بشيء دقي، اذا تكمش عليه شيء. هاي حلوه، يعني اذا شكيت بس تكمش عليه شيء سامحي. شو؟ هاي سكن بضل شو؟ لا طيب نجيك من بعد ما قلت هاي الشغله للسؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول هل بتسامح على الخيانه؟ انا كشاب ولا شو السؤال؟ مش ما في كشاب، يعني انت كشخص اكيد لا انا ما بسامح فيه. اكيد لا بس سامحيه له. انا في شك. طب شو الشك؟ لنعتبر صحيح. عم بجرب يخون. ايه ولنعتبر صحيح. لا هلا عن جد اذا انا بسامح الخيانه، هلا كل بنت وكل شاب بيبقوا عندهم قرارات خاصه. انت قلت بتسامح ولا ما بتسامح؟ انا اكيد لا ما بسامح. ما بسامح. تمام. سؤال بيقول شو هو الشيء يلي بيلفت نظر الشاب اكثر شيء بالفتاة؟ اكيد ترتيبها. بدها تضم عيون هلا على السيرة ولا على البصل؟ لا على البصل. اوه ماي جاد. تكون مرتبة، لبسها حلو، البرفيوم تبعها حلوة. هذا أحلى شيء بالبنت. مرتبة، لبسها حلو، والبرفيوم تبعها لتحت. سو هيدي الفيرست امبريشن اللي أعطيتها البنت عن حالها، إنها مرتبة وحلوة وريحتها حلوة.
ريدي؟ ريدي. سؤال جديد بيقول مور ميك اب اور لس ميك اب؟ لس فور شور. لس فور شور. لس ميك اب دايما هلا بس يكون في مناسبه او عرس او شيء قصدك ك ديلي بيسس يعني كيوميا ما يكون في ميك اب ميك اب ميك اب. هل انت مع او ضد عمليات التجميل؟ ما ليه لا؟ No. حلو جوابك. حلو هاي اول مره بسمع شاب بسبورت. انا بحب هيك طبعا اكيد اي حدا بده يعمل شيء يحلي حاله مش غلط بس اهم شيء ينتبهوا لعمليات التجميل لما يكونوا عم ينزعوا حالهم اكثر ما عم يزبطوا حالهم. صح. لا احنا قاعدين عم نشجع عمليات تجميل بس معنى الحكي معنى الحكي اذا انتم عملتوها او انتم يو ار ان ذا بروسيس اوف انه بدكم تعملوها جو فور ات اذا حتحسن من جواتكم اكيد اوكي ومن جواتكم اكثر من براتكم على فكره صح لان في اشخاص بيكونوا معقدين من شغله ممكن تغير لهم حياتهم بس يسووها صح بتاثر عليهم من برا كثير وبتحسوا انه هو مبين عليهم انه ضايقين هيدا الشغله في كثير ناس انا بعرفهم فور اكزامبل انه يمكن جسمه مش احلى جسم او منخار مش احلى منخار او whatever شو ما كان الشيء اللي هن عم جربوا يصلحوا بحالهم او انه هن شكلهم بكون انه مش احلى شيء بس عن جد ثقتهم بنفسهم تطغى فبتحسوا انه ما بقى هذا الشخص اصلا بحاجه اي شيء انتم بتحبون للشخص اللي هنا لعنا كثير نحل بقلب المنطقه ما بيأثر هلا عن جد يمكن في هون شيء منحل على هذه خافه انا ما بخاف من شيء انا طالما جوزي معي ما بخاف من شيء شو بنظرك مثلا لنعتبر اذا شخص بده يروح على فيرست ديت شو هو الديت المثالي؟ هذا سؤال كثير غلط. ليه؟ ما في شيء اسمه مثالي، ما في ديت مثالي، ما في شيء مثالي. كل اثنين اشخاص حسب وضعياتهم الماديه وحسب حياتهم حسب كيف بيفكروا وين بيحبوا يروحوا بيعملوا الفيرست ديت اللي بدهم اياه. طيب باعتبار انه مثلا شاب بده يطلب انه يظهر مثلا فيرست ديت مع صبيه. اوكي، ليتس سي هذا الشاب مرتاح وغني. والصبية ما هي غنية قد ايه حتكون مش مرتاحة مش مرتاحة معه ومش مبسوطة ويمكن مش معودة على هذا الشيء سو ما حيتفقوا او ما حتكون هي مرتاحة سو لازم ياخذها على محل او اثنيناتهم يكونوا بمحل اثنيناتهم مرتاحين كثير ومقتنعين بالقعدة يعني صحيح؟ صح عن جد كثير اقتنعت والعكس صحيح انه اذا البنت كانت هي الغنية والشاب منه كثير غني صح تعكس كمان نفس الشغلة لازم تكون هي عم تريح بعض ما فيها إذا ناوية أصلا من الأساس قبلت تظهر معه دي تكون قبلاني معه وين ما أخذها وين ما راح وين ما أجو إيه يعني صح؟ ما تنق ولا تعلق على أي شيء إنه خلص يعني أنا ديت شو ما كان شكله الديت خلص وتتصرف كأنه هي وهي بنفس الوضع نفس المستوى عن جد هيدا أدفايس كتير حلو exactly. عن جد حبيت كتير أكيد فيه هيدا السؤال خطير جدا وبيقول نجيب اللون على الخبريه هيدا السؤال بيقول ليه بتحكوا على البنت من بعد ما تتركوها او تترككم مش كل الشباب طب سينا مع الكبير بليز طب انت مثلا من خبرتك بالحياه مثلا انه معلقه بعدني نفس الشخص بعدني بديع بس حسين يطلب مني طلبات انا دايخه لانه بشكلك وهيك فما كثير ما كثير بضل صح شو اخر شيء قلتي ليه الشباب بيحكوا على البنات لما يتركوها او تتركوها مش كل الشباب ما قلنا مش كل الشباب ابدا مش كل الشباب طب انت بخبرتك عن جد اعطينا نصيحه هيك سرب لنا شيء معلومه مثلا هن بس يتركوا بعض اما بيكونوا كانوا يحبوا بعض وخلص تركوا بيصيروا من جرحهم او شيء هيدا يشتكوا بيصيروا خلص يشتكوا لبعض يشتكوا عن بعض سوري ايه من جرحهم قصدك حسين جاهز للسؤال الثاني يلا السؤال الجديد يعني هل بهمك انه حبيبتك او البارتنر تبعك مرتك خطيبتك شو ما كان انه تكون مهتمه بال باشن تبعك لنعتبر ان كان فوتبول ولا بلاي ستيشن ولا سبورتس باسكت جولف شو ما كان كثير بيهمني هالموضوع عن جد؟ الحمد لله انه نورا بتهتم بهالشيء وبتحترم بس انا بحس حالي بحترم اكثر من انه بهتم يمكن بتهتمني بلا ما هو لانك بتحترمي يعني بتهتمني بس سنس انك ما بتعرفي شو عم بيصير بالفوتبول ما بتعرفي الرولز ما بتعرفي شيء ما حتكون كثير انفولف بالموضوع بجرب اوقات مثلا بقعد مع حسين وهيك بسال اسئله بس لاتعلم بس انه بحس اوقات انه سؤالي عم يضيع حلاوه الجيم فبنسحب
تفضلي شو سؤالك الجديد؟ انتبه راسك ماشي انا البيت. ايه شو سؤالك الجديد؟ هلا في سؤال جديد coming up اوكي؟ okay؟ اذا انت ما عادت مهتم بالريليشن شيب ما عادت انه خلص ما بدك تكفي يعني صار شيء وغيرت رايك اوكي؟ okay؟ تترك او بتستحي وبتقول انه لا ما بدي اكسر لقلبه؟ ما بعرف. ما احنا اتفقنا في سكيب صح؟ لا ما في سكيب، في مساعدة صديق بس اذا حابب تتصل لشي واحد من اصدقائك وتتساعد معه بس يكون بامريكا لانه هلا الوقت بلبنان الساعة 3 الصبح. هو في سؤال اصعب من هيك؟ رجيني خايف انت انه يكون في سؤال اصعب؟ ما نستعين بصديق مرة معنا احتمال مرة واحدة نستعين بصديق؟ الو؟ ليك شو اخبارك؟ في بنات في بنات هون. يا اهلان اهلان شفت الكل. اهلان اهلان. السؤال بيقول انه اذا انت بعلاقه اوكي وما عدت يعني ما عدت انترستد بالبنت اللي انت معها، هل بتتركها ولا بتضلك مكفي وبتقول انه خلص انه بنطر لهي تتركني؟ بتركها انه عندي مش بدي فيها اذا مش حاببها يحرق ذيبكم. طب ليه؟ شوف ملبيع كيف تتركها؟ كيف تتركها؟ يعني شو بقول لك؟ خليني انا اتاكد من الطبخ شو صار؟ انا عم بطبخ تعال عم تطبخ يا حسون؟ صاير تطبخ ولا؟ عامل شيء خارج الجيم اه انت بتحب القصص استاذ بتحب بليز تساعدنا على الهواء؟ يمتلك؟ على التليفون على التليفون بتحسها اسهل؟ لانه يعني ما بدك تشوف قلبه عم ينكسر قدام عيونك؟ لا لا هو عن جد عن جد يعني ما اكيد حسب هلا حسب العلاقه اذا كانت علاقه حقيقيه كان في شو اسمه احاسيس وما احاسيس اكيد مش على التليفون لا عادي اوكي بس علاقه هيك عابره يعني اوكي انه لا بتصير خبريه اسهل التليفون. حلو جوابك كتير مقنع والله انا فخور فيك يا حسن جوابك كتير مقنع وحلو فخور فيك صرت ناضج انا من حسب جوابك عرفت انك صرت كامل النضوج يا حسين في سؤال بيقول معقول ترتبط ببنت تكون اطول منك بس ما في اساله لحسن السؤال لانه حسن طوله متين ونص ما في اطول مني انا يبعت لك شو طويل باي 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 بالاسم باي جاهز for the next question يعني أنقذك كفيقك بقالي هكذا السؤال شو رأيك أصعب أنا حاسي عين بصديقة هالمرة صديقة ها فيكم تحبوا أنتو كشباب فيكم تشموا الريحة اللي طالع عن جد بتعقد أنا كتير شهيت خلص لحتى أكل أوريدي بس الأكل مش لليوم اليوم فيكم تحبوا أنتو كشباب أكثر من بنت بنفس الوقت سؤال قوي كتير حجاوب عليه هذا بصراحة أوكي بس ما تسألي ليه وكيف وليش يس قطعت الكاميرا على أكتر موقف حساس ماشي؟ قال حسين يس قام دغري قلت له وقت قطعت الكاميرا قلت له ما بقى تكفي ولا بدي أحكي شي بالتفاصيل دويت الكاميرا هلأ لنكفي هل في مثلا شي ممكن البنت تعمله إنه تقلل من إنه التشانس تبع إنه جوزة مثلا يخونه أو حبيبة يخونه أو خطيبة الشاب بس بده يخون ما بيكون بيخون لأن كيف بدلك بحب لما قلت انا بحب نفس الوقت شخصين بيكون مثلا جوز بحب مرته بس بحب شيء ثاني ببنت ثاني بس هيك شيء ثاني ببنت ثاني بس الشاب لما يخون ما بيكون بيخون عم بيخون بالحب عم بيخون بس جسديا فهمت عليك يعني بيقدر الشاب انه يخون يعني جسديا بلا ما يحب عن جد عم تحكي اوكي يلا 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 كم الله وين رايح؟ والله عم نعمل رز ودجاج باي باي هلا بنوصل لاخر سؤال بيوتي ولا انتليجنس اذا انت عن جد بس بدك تختار وحده من الاثنين على القليل يكون في 70-30% 70-30 البرسنتج عمي هيدي البرسنتج حلو البرسنتج كثير عادله اي لاف يو سو ماتش بيبي هلا بما انه وصلنا لاخر بارت من هذا لا عاد ما فينا نفوت على بارت صغير هو عاد وما تنسوا اذا في اسئله بدكم ترجعوا تسالوها صح ما قالت نورا بدك يعني تكون اسئله منكم انتم برجع منجاوب اكيد اكتبوا لنا بالتعليقات انه بدكم جزء ثاني برجع بكتب انا على الانستغرام اسئله وباخذهم لهيدي الاسئله منكم وهلا بما انه وصلنا لاخر بارت من هيدا الفيديو بس قبل الحسن اللي رد على التليفون هو دائما خرب لي بيتي بصراحه وفايد بالحيطان من وراه الله يعين عليه يس هيدول هيك حسن هلا بما انه وصلنا لاخر بارت من هذا الفيديو
حبينا لكم. Thank you so much for watching. Thank you for being here. Bye bye.